على انتشار ظاهرة المخدرات في بلادنا. في كل مرة نسمع الوحدات الأمنية الديوانة التونسية قاعدة تشد في كميات كبيرة، والدليل أنه مؤخرا في حلق الواد تم حجز 6 كيلو كوكايين كاملين. كي تسمع الأرقام هذه شنو تقول؟ نقول كارثة، كارثة بطبيعة الحال، كارثة صحية وكارثة أخلاقية، خاصة على جيلنا الجديد واللي نعملوا عليه في البلاد هذه باش ينهض بالبلاد. نتفاجئوا بالامور هذه اللي هي ماهيش معناها غير مقبوله وما تعودناش بها. كنا قبل معناها نسمعوا مره قضيه في فال وتتداول بين الناس كاني غريبه، لين ولات توا عاده معتاده. وهذا هو المش باهي، هذا هو معناها اخلاقيا مش باهي واجتماعيا مش باهي وماديا كيف كيف مش باهي، وزاد على مستقبلنا ومستقبل جيلنا اللي هو اللي مش يهز البلاد وينهض بها ماهوش معقول. فيما يخص يعني المخدر الكوكايين هذا اللي تم يعني حجزها، هذا مش اول مره ولا اخر مره، وماهوش توقفوا هذوما ناس مجرمين وناس مختصين في الاجرام هذايا وقاعدين يقتاتوا منه بالمليارات. هذا ريزو يعني عالمي وانخرطت فيه بعض التوانسه وبعض الاجانب اللي هما قاعدين يعني نقولوا احنا يصدروا في المادة هذه لتونس. هي الغاية منها الإثراء الفاحش، هي الغاية منها تكوين ثروات الفلوس، هي الغاية الأولانية. الغاية الثانية ربما اللي احنا نخافوا منها هو يعني هتك العقل التونسي اللي هو يعني يمشيوا للشباب ويناولوهم بالمادة هذه، والمادة هذه الأعراض الجانبية متاعها هي اللي تؤدي إلى نتائج وخيمة جداً. يعني يولي السيد يتصرف تصرف اللي غير مسؤول عليه، كيف نشوفوا احنا قانونيين كي يشد يقتل ولا يبراكي ولا يفك، يعني يجي من بعد السيد المحامي تاعه يقول هذا في حاله غير مسؤول على الشيء اللي قام به تحت تاثير هالمخدر هذايا، وهذا اللي يحبوا عليه. ويولي اذا كان الشباب يعني تعطاه الماده هذه ما عادش لاهي بشخصيته وبحياته وما عادش طالب لا دراسه لا علم لا رقي لا حتى شيء، يولي راقد تحت مفعول المادة هذيك. وباش ينجم يتحصل على المادة هذه يلزمه أموال، والأموال هذه إذا كان هو عاطل عن عمل باش يتلز باش يسرق ويخطف وينجم يوصل حتى القتل، يعني الناس ينجم يسرق حتى عائلته وأمه وأبوه. هذا يعني المفعول اللي يخافوا منه، الأثار الجانبية لتعاطي النوع من المخدر هذايا. حاجة تأسف معناها الرقم كما هكا والانتشار هذايا للمخدرات في بلادنا. لازم واحد يتلهي أكثر بصغار ويحميهم أكثر، معناها واحد يعس على صغيره وين يمشي وين يجي كيفاش، معناها الخلطة سرتو متاع الصغار سرتو في الأدوليسانس معناها. وزيدا ممكن الانتوراج هو المجتمع، معناها انه الصغير ولا يمشي يقرا وحده ويجي وحده والام تخدم البو يخدم، معناها الحياه ولات اصعب توا من قبل. دونك نتصور الاولياء لازم يهتموا اكثر بصغارهم ويوجهوهم اكثر من اللي صغير، لازمك توجهه وتعلمه وتقريه باش ما يدخلش في حكايات كيما هكا. عجبت اللي معناتها الدولة باقي بيزمان ثم خدمة ثم ناس قاعدة تخدم. الظاهرة هذه تفشات في البلاد خاصة في العشرية الأخرانية اللي اقتحمت حتى الوسط التلمذي، ولات الظاهرة بصراحة تهدد المجتمع وتهدد النشأة. بطبيعة الحال أنا من الناس اللي ندد بالشيء هذا ونطالب بالسلطات أنه تولي أكثر اهتمام للناحية هذه، لأنه بصراحة فيها تهديد كبير لمستقبل البلاد. البلاد شكون شنو مستقبلها؟ البلاد مستقبلها هو الجيل الجديد، الجيل التلمذي والطلابي، وقت توصل المخدرات تقتحم المؤسسات التربوية أنا أقول على الدنيا سلام في تونس. شنو يقول القانون خاصة فيما يتعلق بالقضايا هذه، القضايا متاع الناس تحاول تدخل الكوكايين لبلادنا؟ هو طويق القانون يعني في المواضيع هذه يختلف، يعني لازم يكون يعني بين المتعاطى وبين اللي يصدر واللي قاعد يبيع، يعني احنا متاجرة في المادة هذه يختلف بين المصدر اللي يجيب المادة هذه واللي يتاجر فيها، يعني تتراوح الأحكام حتى تتجاوز 10 سنوات سجن.
اما اللي هو قاعد تعطى فيه هو والماده يعني الكونتيتي لقاوها فوقه، وهو يعني اذا كان اول مره والا ريسيديمون يعني قاعد تعطى في الماده هذه تحكم عليها قبل وما تحكمش عليها قبل، هذا الفرق. مثلا السيد هذايا اللي مدخل الكميه هذه اللي مدخل 6 كيلو كوكايين، هذا ينجم يعني في بلدان اخرى ينجم يوصل حتى الاعدام او السجن مدى الحياه. تونس يعني قاعده تتصرف في الماده هذه، يعني القانون هذا ينجم يوصل حتى 20 عام سجن. مثلا العقوبه نتاع التجار المخدرات تختلف حسب الماده، مثلا هذه مدخل اكستازي والاخر مدخل كوكايين؟ لا ما تختلفش، لا كيف كيف، لا كيف كيف، هي ماده مخدره بقينا اللي هو مرسمه في جدول باء احنا نقولوا كالمورفين كيف الكوكايين كل واحد كل شيء، هذه العقوبة متاعها يعني دائما ما تسقطش تحت 10 سنين تسجن ديما من 10 حتى 20 نجم نقوله سجن. أستاذ نعرفوا أنه الحال توا عنا نحكيوا على الكوكايين اللي هو من أغلى الأنواع متاع المخدرات، الأنواع هذه شكون قادر يجيبها؟ هذا لا هذا يعني ظاهرة اللي هو يعني معد للتجارة، هذا سيد تاجر في المادة هذه الكوكايين، وهذا عنده ريزو كامل معاه البرة مش وحده، لأنه باش يجيب 10 ولا 5 ولا 6 كيلو كوكايين باش يتم قصها، احنا نقولوا هنا تتقص 6 كيلو نجم يردوهم حتى 12 و18 كيلو، يزدوها مواد أخرى باش يقللوا لها من المفعول نتاعها، لكن باش يقوي في الكونتيتي. اي نعم فهمت. فهذا يعني ريزو كامل راهو مش موجود في تونس برك، وانما من الخارج، من الخارج هو اللي قاعدين يمونوا في العمليات هذه، وعندهم لهنا طبعا لوبيات اللي تحميهم، وثم شيء يعني منظم مش شكاكه يعني جاء متعدي، لا لا شيء يقع تنظيمه. اكيد عصابات موجود، وعصابات ما تصورش كان عصابات محليه برك، ما انا عصابات ما انا عندها فروع تلقى فرع من عصابه دوليه، معنا سواء منطقة تونس كمنطقة عبور ولا تونس كمنطقة معناها للترويج، فهمني، معناها فما عصابات مرتبطة ببعضها، وهذا معروف في العالم مش جديد، معروف في الدول كلها، معناها خاصة اللي جاي من جهة آسيا والوحدة كلها الإنتاج مناطق الإنتاج ولا أمريكا اللاتينية، ويتوزع بطبيعة الحال، هذه معناها كان عبارة على خلق أسواق جديدة للآفة هذه. صحيح هاي والله بون، هي سيسور باش تكون عصابات معناها تدخل فيها وكل شيء، اما احنا باش نحميو صغارنا اوموا حتى نتحكموا في المصروف، معناها صغيرك ما تعطيش بزيد، صحيح تدللوا، اما تدللوا اوترومون ممكن تشري له انت اللمجه ولا تشري له انت شنو يحب، اما ما تخليش يشري وحده ولا يتصرف وحده، يعني ما تعطيش مصروف اكثر من اللازم. هذاك شنو مش اي فئه بتبعتها، هي هديه ربما هي مختصرة على الناس الميسورة، وأنا بحسب رأيي أنه وقت توصل تمس الفئة هذه، اللي الفئة هذه مهمة في التنمية وفي تدوير عجلة الاقتصاد في البلاد، وقت توصل تنحرف في الاتجاه هذا بطبيعة الحال باش يأثر حتى على 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 مهنها، باش يأثر على 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 مسارها الاقتصادي والتنموي. عارف انت مثلا كواليه على الحكايه هذوما بيان سور يوصل لوالدي ولو بيان سور اي بيان سور، احنا هذا اللي يخوف انه واحد يوصل لصغارنا، الكبير خاطر يتحمل مسؤوليته، اما الصغير ما يعرفش، والصغير معناه هو اللي مهدد باش يدخل في امور المخدرات والحكايات هذه. سؤالنا لا قدر الله انه الكميات هذه وصلت لاولادنا ولشبابنا. لا قدر الله، واحد لازمه على الاقل يفيق بصغيره على بكري ويعالجه وما نحشموش، معناه حتى كان واحد فاق بصغيره يستهلك ولا حاجه اي نجم يعالجه، فما دي سنتر يعالجوا فيهم، فما معناه فما الحلول، يعني مش نحشم بصغيري ولا نعالجه ونحاول نقف بجنبه معناها ونوعيه ان شاء الله. الام شنو دورها في حاجات هكا ولا البوزة ده؟ كما حكيت لك معناها التوعيه، سيرتو التوعيه في الصغرى، ولازم واحد يرد باله معناها ديما يعس، ديما ما يخليش الصغير يتصرف هكاك، ومعناها لازم نتبعوه حتى من بعيد، يعني حتى كان مش من قريب من بعيد. بالطبيعه عندي بنات يقرا وعندي سي نورمال نخاف عليهم، ولاد مدين وجوههم في كل بلاصه، ولاد الحلال مخبين ما يتكلموش، ما اما السارق يدخل يده في جيبك ما يحشمش،
ينجم معناتها يضروا لي بناتي، وربي بقى علينا الستر. لو الكميات هذه دخلت، لو كان دخلت يعني كما قلت لك يعني باش تقوم يعني بفساد مجموعه كبيره جدا من الشباب اللي تونس في حاجه لهم وفي حاجه للادمغه، يعني تهلك لهم الادمغه نتاعهم هذوما وتقيدهم وتخليهم عاش ينجم يقدم حتى في شيء، وينجم بعد يولي عنصر نتاع اجرام. يعني نكونوا عندنا شبيبه احنا نعملوا عليها في تقدم ورخي اقتصاديا وفي عده مجالات علميه، واذا بينا نلقاو احنا قاعدين نهتكوا في شباب في الادمغه هذه ونردوهم من نهار اخر ينجم يوصل حتى يتسول او مجرم باش يتحصل على الماده هذه. سي كارثه كان ما تسددش، لكن الحمد لله في خدمه كبيره في قواتنا، خاصة الديوانة وخاصة معناها كل قوات المرابطة على الحدود والمرابطة المرابطة على مناطق العبور. هي مادة مضرة بالصحة ومضرة بالجيب. ماهيش ضررها ما يختصرش على على على, على الشخص كجسد. لا هو ظاهرة تهدد الـ 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 تهدد الإنسان في صحته، تهدده ماديا، وفي نفس الوقت ربما تهزوا المسالك الاخرى نتاع الانحراف ونتاع الاجرام، وبالتالي وقتها خيبة المسعى.